الرقية النافعة. من أراد أن ينفع أخاه فليفعل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرقية النافعة دعاء ورجاء وإخلاص ونية. الرقية النافعة كلمات لها معاني لا تحتاج إلى ترجمة. الرقية النافعة من المس والحسد والسحر والعين، من توفيق الله ومنه وكرمه، ومن كتاب الله وسنة رسوله، ولا أزيد. الرقية النافعة يأتيكم يوميا في العاشرة صباحا. للتواصل